عقد سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه في مدينه طشقند اليوم اجتماعا مع معالي السيد باختيار سعيدوف وزير خارجيه جمهوريه اوزبكستان بمناسبه انعقاد اجتماع الحوار الاستراتيجي الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ودول اسيا الوسطى تم خلال الاجتماع بحث اوجه العلاقات الثنائيه التي تجمع بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادله للبلدين بين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.